عن أبي هريرة وأصله في البخاري وهو عند الترمذي بالزيادة: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، هنا عند مسلم حتى هنا، ثم صلى ركعتين كأجل حجة وعمرة تامة تامة، هذا عند الترمذي. وهنا الذي أعلها بعض طلبة العلم، أعلوا هذه الزيادة أنها ليست موجودة ومعلولة، فقالوا هنا: وجلس في مصلى حتى يذكر الله. هنا لهم فيها أوجه، قالوا الوجه الأول جلس في مصلى، اللفظة واضحة والحقائق اللغوية والشرعية والعرفية تقول إن جلس جلس. قالوا: فإن قام من مقامه، قالوا إن كان يحتاج إلى ذلك ليرتفق، كما قال الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين وغيره في شرح ممتع وفي رياض الصالحين، قال إن قام من مقامه لمكان آخر يرتفق عليه فلا حرج، المهم أن يكون باقيا. قالوا في مصلاه وجهان: إما في مكانه الذي صلى فيه هو الأقرب، أو في المسجد لم يخرج منه إلى مسجد آخر، وهذا اتفاق. فمن صلى في مسجد كما يفعل بعض الناس مثلا، يكون عنده صلاة في مسجد ثم حلقة في مسجد آخر تبدأ بعد الفجر وتمتد حتى الإشراق، نقول لا، هنا الأجر لا يكتب لك، لأن المقصود هنا في مصلى اتفاق أن يكون في نفس المسجد الذي صلت فيه الفجر، إنما جاء الخلاف في مصلى أن يبقى في مكانه أو أن ينتقل إلى آخر، والأصل أن يبقى في مكانه، وإن انتقل إلى آخر ليرتفق لا حرج. بعض كبار السن وحتى بعض الشباب تجد عنده مرض، عنده كذا، يحتاج المكان لكي يتكئ عليه. هذه مثاله مثل هذا، نعم. هذه مثاله كمثلي والله، هذا أصل هذه صحيح.